زيفود يوسف بطل من ابطال التاريخ ماشي مع الهجمات. عمليه 20 اوت 55 نقدت الثوره من 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 سمعت من من الانهيار، لان الثوره تعرضت في بدايه الامر لنكسات كبيره. انا كنت جندي مهمتي امنيه، رافقت زيغود يوسف للمؤتمر، لكن مهمتي امنيه مانيش قايد، انا جندي ولكن ميدانيا مشينا في الاشتباكات في الحرب في كذا الى اخره، اننا وصلنا لعود سومه مع كل حال. زيغوت يوسف اتخذ قرارا استراتيجيا حاسما في مسيره الثوره، وهو هجومات 20 و 55، او انتفاضه 20 و 55، التي ارجعت زخم الثوره لمجدها الاول، وحمت هذه الثوره من الانكسار الذي كان قاب قوسين او ادنى. هذه الانتفاضة العظيمة التي أعطت شعلة جديدة ونفس جديد للثورة الجزائرية، وفي الحقيقة أن النصر الذي تحقق باسترجاع السيادة بدأ من 20 و 55.